انا هقول حاجه، المريخ ما كان عنده صوره واضحه نهائيا، ما كان في خطه واضحه ظاهره. انا من بدايه مشاركه المريخ عندي راي تماما في التنظيم الدفاعي بتاع المريخ. تنظيم المريخ الدفاعي رغم فوزه في مباراه الهلال، لكن دفاعيا كتنظيم سيء جدا جدا. كتنظيم ما كافراد؟ لا لا، كتنظيم سيء جدا جدا. ما في تدارك حتى من المدرب، لانه في فراغات في المناطق الحساسه لاحراز الاهداف، في فراغات ما بين الطرف اليمين والسنتر اليمين، في فراغات ما بين المحور وما بين المدافعين. لا، دي مناطق الاهداف، دي المناطق الخاصه، ودي اللي استغلها الاهلي. أيوة، في مباراته واحرز منها اهداف. المريخ عنده اشكاليه كبيره في الحته دي، الطرفين ما متجاوبين مع سناتر الدفاع في الفراغات دي. فدي بالمناسبة، أنت مهما تعمل مجهود لقدام بخطأ بسيط جدا ممكن يحرزوا فيك أهداف ببساطة، وتنتهي من الحالة النفسية حقتك، يحصل لك دروب نفسي يستأسد عليك الفريق الثاني زي ما حصل في الكرة بتاعت الأهلي، ونشل منك المباراة ببساطة يعني. فأول شيء ما كان في هوية واضحة للمريخ في كرة الهلال صراحة، ما كان في أي خطة واضحة بيلعب بها المريخ، كان في شرود ذهني تام، حالة نفسية سيئة جدا جدا، تنظيم دفاعي مزعج جدا جدا. لو رجعت لاحصائيات المباراه تلقى المريخ تسديده وحيده اللي هي تسديده سلمان الصايب، لانه ما عمل حاجه. فده سوء 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 يعني كبير. المريخ ما عمل حاجه، المريخ ما عمل حاجه، عشان كده الوضع التدريبي كان فيه مشكله كبيره في مباراه الهلال يعني. طيب كابتن.